برعاية مجلس رؤساء الكنائس في الأردن، تم افتتاح بازار الرحم الخامس الذي أقيم هذا العام في جمعية آل النبر التعاونية بعمان، بحضور عدد من الأساقفة والأباء الكهنة وجموع كبيرة من الزوار. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير. تحت رعاية مجلس رؤساء الكنائس في الأردن وللسنة الخامسة على التوالي، وصل مكتب نورسات وبالتعاون مع شبيبة الأردن للدراما المسيحية تنظيمه لبازار الرحمة الخامس الذي شهد على مدار 3 أيام متتالية في موقعه بجمعية آل النبر التعاونية بعمان إقبالا ملحوظا من الزوار، حيث حضر حفل الافتتاح المطران خريستوفوروس عطلة مطران الروم الأرثوذكس ممثلا عن غبطة البطريرك كيريوس ثيوفيلوس الثالث بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال الأردن وفلسطين. والقائم بأعمال السفارة البابوية بعمان المونسنيور ماورو للي والأب نبيل حداد الرئيس التنفيذي للمركز الأردني لبحوث التعايش الديني والقس الكنن فائق حداد راعي كنيسة الفادي الإنجيلية العربية الأسقفية بعمان والقس سامر عازر راعي كنيسة الراعي الصالح اللوثرية بعمان والأرشمندريت بسام شحتيت النائب الأسقفي العام لمطرانية الروم الملكيين الكاثوليك في الأردن والأب فراس دردر كاهن رعية السريان الكاثوليك في الأردن والأب زيد حبابة كاهن الرعية الكلدانية وعدد من الآباء الكهنة من مختلف الكنائس الرسولية والنائب في البرلمان الأردني قيس زيادين وجموع حاشدة من كافة محافظات المملكة. وبعد قص شريط الافتتاح والاستماع إلى عزف للفرق الفنية التي قدمت معزوفات فلكلورية ووطنية، توجه الحضور إلى أجنحة البازار الذي شاركت بمعروضاته العديد من المؤسسات الوطنية والشركات الخاصة وسيدات المجتمع المحلي العاملات في منازلهن، وجالوا بأروقته الواسعة وأجنحته المنظمة التي اشتملت على مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي استقطبت الكثير من أفراد الأسر في الأردن. وأبدى الحضور إعجابهم بمحتويات البازار التي اشتملت على الكثير من المشغولات اليدوية والمنتجات الغذائية والحلويات الشعبية ومستلزمات عيد الميلاد المجيد الذي يسبق زمن المجيء لميلاد السيد المسيح له المجد. هذه المحتويات التي تحتاجها العائلات المسيحية والمسلمة في الأعياد والمناسبات الاجتماعية الأردنية المختلفة، وذلك انطلاقا من رسالة نورسات في خدمتها المسكونية ومسؤوليتها الإنسانية لتجسيد أواصر العيش المشترك بين أبناء المجتمع الأردني الواحد، وتعزيزا كذلك لمقولة جلالة الملك عبد الله الثاني التي يطلقها دوما في المحافل الدولية بأننا في الأردن مسلمين ومسيحيين أسرة واحدة متعايشين جنبا إلى جنب في هذا الوطن الغالي على الجميع. في بداية الاحتفال رحبت عريفة الحفل الإعلامية ريبيكا عودي بالحضور الكريم وقالت: بفرح روحي عميق يسرني أن أرحب بكم ونحن في زمن الميلاد المجيد في افتتاح بازار الرحمة الخامس. هذا البازار الذي ينظمه مكتب فضائية نورسات الأردن بالتعاون مع شبيبة الأردن للدراما المسيحية وبرعاية مجلس رؤساء الكنائس في الأردن. ثم ألقت الدكتورة باسمة السمعان مديرة مكتب نورسات الأردن المشرفة على تنظيم هذا البازار كلمة الافتتاح، جاء فيها: كلنا أمل وإيمان بأن هذا البازار ما هو إلا أداة تزيد نفوسنا إيمانا ومحبة وثقة ومودة، وأملا منشودا بأن تفيض قلوبنا بالرحمة على من يحتاج لنا من بني البشر، سواء من أهلنا ممن يعيشون في بلدنا أسرا عفيفة وعائلات مستورة، أو ممن قدموا إلينا من دول شقيقة بعد أن تعرضوا للظلم والعدوان والقهر والاضطهاد، فأجبرتهم قوى الشر والظلام على ترك بيوتهم ومغادرة أوطانهم باحثين عن الأمن والأمان في أردن النخوة والشهامة. وللسنة الخامسة على التوالي وكلنا إيمان بأن هذا البازار ما هو إلا أداة لتزيد نفوسنا إيماناً ومحبة وثقة
ومودة وأملا منشودا بأن تفيض قلوبنا بالرحمة على من يحتاج لنا من بني البشر، سواء من أهلنا ممن يعيشون في بلدنا أسرا عفيفة وعائلات مستورة، أو ممن قدموا إلينا من أواخر الدنيا بعد أن تعرضوا للظلم والعدوان والقهر والاضطهاد، فأجبرتهم قوى الشر والظلام على ترك بيوتهم ومغادرة أوطانهم، باحثين عن الأمن والأمان في أردن النخوة والشهامة عرين الهواشم. ونحن في مكتب نورسات الأردن ومن منطلق إيمان شعبنا وعلى خطى بلدنا ونهج قيادتنا، فقد حملنا على عاتقنا المسؤولية وعاهدنا أنفسنا بأن نبقى الأوفياء للوطن والأمناء على العهد، بالوقوف إلى جانب إخوتنا ندعمهم ونشد على أزرهم بكل ما أوتينا من عزيمة وإخلاص. وهذا هو الأردن كما تعرفوه، الأنموذج العالمي الذي حمل على مدى تاريخه رسالة إنسانية نبيلة، وضرب أروع الأمثال في تجسيد أواصر التآخي والمحبة والعيش المشترك بين عموم الناس على اختلاف دياناتهم وطوائفهم ومذاهبهم وأعراقهم. ختاماً لابد وأن أشكر هذا الحضور الكريم لهذا البازار ودعمكم له، مع دعواتنا بأن يبارككم الرب ويحفظكم جميعاً بهذا الموسم الميلادي المجيد، ودائماً معونتنا من عند الرب. آمين. ومن جهته ألقى سيادة المطران خريستوفوروس عطلة كلمة نيابة عن غبطة البطريرك كيريوس ثيوفيلوس الثاني بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال فلسطين والأردن. شكر فيها نورسات ممثلة بالدكتورة باسمة السمعان على تنظيمها لهذا البازار المميز والمعبر عن الوئام والتلاحم بين أبناء الشعب الأردني الواحد مسلمين ومسيحيين، مؤكدا سيادته أن عيد الميلاد المجيد هو عيد تجسد السلام والمحبة التي هي ثمرة التنازل الإلهي الممزوج ببذل الذات والتواضع التام وإخاء الذات من أجل مصالحة الإنسان مع الله والقريب ومحبة الإنسان لأخيه الإنسان مهما كان ومن أين ما كان. هاي بركة عظيمة اللي نحن مجتمعين مع بعضنا البعض في مجلس رؤساء الكنائس، وبحب أنقل لكم بركات وأدعية صاحب الغبطة رئيس المجلس بطريرك المدينة المقدسة كيريوس ثيوفيلوس الثالث، الجزيل الاحترام ومحبته ودعمه لكل النشاطات اللي عمالها تبذل، وبالأخص لنشاطاتكم في هاي القناة المميزة ودوركم المهم في الإعلام، لأنه بفكر الدور كثير مهم للإعلام في هاي الفترة، إنه يكون إعلام صادق، وبالأخص لما يكون كمان إعلام اللي يقدر ينقل صوت أبنائنا المسيحيين والمسلمين من بلادنا. فربنا يبارككم ويقويكم حتى تقدروا تستمروا بعملكم المبارك. فأبنائي أنا بس حبيت أحكي لكم كل سنة وأنتم سالمين، ربنا يبارك هذا البازار لأنه حقيقة مش بس بجمع الكل، ولكن في بركة حتى من اسمه بازار الرحمة، وهذا هو واحد من أهداف هاي الفترة المباركة اللي فيها كلنا لازم نعمل عمل رحمة مع بعضنا البعض، وعمل الرحمة هي المحبة اللي نقدر هاي المحبة تتجسد في حياتنا في علاقتنا مع بعضنا البعض، لأنه هذا هو كان هدف التجسد الإلهي، المصالحة ما بين الله والإنسان والإنسان القريب أخونا القريب، والمصالحة مع ذاتنا، لأنه فقط المصالحة مع ذاتنا بتتم من خلال هاي المصالحة الكاملة مع الله ومع أخونا الإنسان، وهيك منتصالح مع نفسنا. ربنا يبارك كل القائمين اللي تعبوا كمان في إنجاح هذا الحدث اليوم، وكمان بركة القبر المقدس تكون معنا دائما حتى تحمينا بنور القيامة، القيامة المنبعث من القبر الخلاصي من الأماكن المقدسة اللي هو دائما مصدر افتخار
لإلنا كلنا، نحن أبناء الكنيسة المقدسية، أبناء الوطن في الأردن وفلسطين، لأن نحن أبناء هاي الكنيسة اللي أعطت البشارة لكل العالم. وبنشكر ربنا على نعمة الأمن والاستقرار اللي بننعم فيها في بلدنا الأردن تحت قيادة قائد المسيرة جلالة ملكنا المعظم اللي ربنا يحميه ويحفظه. وكل سنة وانتم سالمين أبنائي، ربنا يبارككم ويحميكم دائما. وفي اليومين الثاني والثالث استقبل البازار العديد من زواره، وعلى رأسهم سيادة المطران وليام الشومة للمطران اللاتيني في الأردن، والأب بطرس جنحو كاهن رعية دخول السيد إلى الهيكل للروم الأرثوذكس في الصويفية، حيث جالوا بين أجنحة البازار واطلعوا على أقسامه ومعروضاته وأبدوا إعجابهم بما يحويه من منتجات محلية رائعة. وأقيمت على هامش البازار عروض وحفلات ترفيهية وسحوبات يا نصيب ومسرحيات هادفة للأطفال والعائلات، على وقع معزوفات موسيقية قدمتها المجموعات الكشفية من مختلف الكنائس الرسولية نالت إعجاب الحاضرين. المشاركون ببازار الرحمة الخامس من القطاع الخاص وسيدات المجتمع المحلي أعربوا عن امتنانهم وشكرهم لمكتب نورسات القائم على هذه المبادرة الإنسانية التي تجسد أروع صور الإخاء والعيش المشترك. كما أشادوا بتوقيت البازار في هذا الشهر بالذات، لا سيما ونحن على أبواب عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية. هذا بازار الرحمة أعادته نورسات مناسبة العيد، عيد الميلاد المجيد، موجود كل شيء بحتاجنا للعيد من منتجات، من ضيافة العيد، من ألعاب العيد، وهذا الجو بحسسنا بأجواء العيد. فكل سنة وانتم سالمين. أنا بمثل حمامة السلام للصوم لخدمة الصوم في الأردن والشرق الأوسط. أنا بجيب منتجاتهم اللي بيصنعوها يدويا، هم ببيع لهم إياها كتشجيع وحافز لهم. بازار الرحمة صدقا أنا أول مرة بشارك فيه، بعرف عنه من زمان، يعني مبين عليه كثير فعال وكثير في مشاركات من الأخوة اللي معنا اليوم، وفي إقبالية عليه كثير زي ما لاحظت اليوم، أنا ما كنت أعرف هاي الشغلة، ونأمل إنه نضل مشاركين مع بعض يعني للمواسم الجاي معهم. يعني هذا بيجسد إنه روح الأخوة والرحمة والرأفة بيننا وبين إخواننا. إحنا ببيت ما في عنا تفرقة، بيت الأردنيين يعني بيشمل المسيحي ومسلم، وكله كل عام هم بخير وأهله وسهلا فيه. سمعت عنه كتير أشياء حلوة ورحت السنة الماضية وتفرجت عليه وعجبني. هي إجت فكرة في بالنا إنه إحنا نجرب، يعني أنا بمشاركة أخوي جربنا هذا الشيء. دائما بعمل في البيت شوكولات وحلويات وكوكيز، يعني بنعملها للبيت ما بنطلع لبرا. هاي المرة إنه قلنا نتوسع شوي، نجرب نعمل إشي جديد ونخلي الناس تجرب الأشياء اللي بنعملها، يعني تشوف وتذوق شكل ومنظر وطعم، مش بس إنه إشي منظر، فيها إشي يعني لأنه الواحد بيعمل من جواته، فأكيد رح تكون إشي غير. كل عام أنتم بألف خير. نشكر قناة نورسات على تواجدها وعلى تعبها في كل المناسبات. إحنا منتجاتنا عبارة عن حلويات، منتجات يدوية متقنة، نسعى دائما تكون في منتهى الإتقان والنظافة وتلبي كل الأذواق. منها في عنا حاليا الكيك بوبس، في عنا ديزاين الكيك، في عنا الكوكيز، في عنا الكب كيك، في برجر كيك، وكل هاي المنتجات هي عبارة عن أعمال يدوية متقنة. بازارات اللي اشتركنا فيها كتير عديدة، بس إنه بالفعل إنه مثل هيك بازار إحنا فيه روعة، من حيث التنظيم، من حيث البهجة العيد اللي فيها، من حيث الأشخاص اللي فيها، من حيث كل إشي روعة. يعني بهنديكم على هيك بازار.